مرحبا بكم أعزائنا المشاهدين في عدد جديد من حصة فطوركم علينا. بلا ما نطولوا عليكم، تبعونا نروحوا ناخذوا ونعاودوا نولوا. مرحبا بكم أعزائنا المشاهدين، رانا في توب شوب اليوم. جيت نبدا منا، عمي موح وصاني، شاف عندي هذوك المواس وصاني، قال لي لازم تجيب لي واحده، جيت نبدا بها باش ما ننساهاش. خاطرش على بالي رمضان ونكون صايم، على بالي نبدا نقضي مع الماكله ننساها ونروح. بون، في الوصفه تاع اليوم عندي الحوت. بالمناسبه نحيي كل سكان حويطه، نقول لهم صحه رمضانكم. فوالا نرفدو الزيت تاعي اللي هي زيت إليو. فوالا نزيدو نرفدو السكر تاعنا سي فيتال. مرحبا بكم اعزائنا المشاهدين، عاودنا ولينا بعد ما رحنا قضينا. الطبق تاع اليوم رايحين نديرو كريمة الدجاج. لكريمة الدجاج عندي دجاج اللي كنت غليته، ما نرموش الماء هذاك اللي غلينا فيه، هذاك هو اللي راح نديروا به لاصوص تاعنا. عندنا شويه بصل، عندنا شومبينيو، عندي حوالي ندير مغرف صغيره تاع فارينه، عندي معدنوس، عندي شويه ثوم، وعندي زبده باش نقلب بها الدجاج تاعي. راحين نقدموا معاه بوراك. البوراك راح نديروه بيشامال بالدجاج. البيشامال كما كنا ديجا مدينا الوصفه من قبل. بون، نبداو نوجدوا لاصوص تاعنا. نديرو شويه زيت سخون، نديرو لها شويه زبده. فوالا نخلو الزبده تاعنا حتى تذوب، ونقليو فيها شويه بصل. فوالا نخلوها تذوب، نروح نوجد حبات تاع البوراك تاعي. كما قلت لكم البوراك راح نديرو بالبيشامال. البيشامال الوصفه تاعها نديرو حوالي 4 مغارف تاع فارينه، معاها مغرف كبيره تاع زبده، نخلطوهم مع بعضهم ونزيدو لهم الحليب. وهنا نديرو لها شويه ملح وشويه فلفل اسود وشويه تاع جوز الطيب. هذا البوراك باش نقدمه مع الحساء اللي راح نديرو انا اليوم. بعد ما ذابت الزبده تاعنا نحطو شويه تاع بصل. نقلي معاه الشامبينيو، نزيد لهم شويه تاع الثوم، وحوالي مغرف صغيره تاع فارينه باش يجيني الحساء خاطر. وكما قلت لكم المرق نمرقو بهذا الماء، هذا الماء اللي كنا غلينا فيه الدجاج تاعنا. فوالا نقلوهم شويه مع بعضهم، ونحطو لهم الدجاج يتقلى معاهم. بعد ما يتقلاو نمرقو غير بشويه بالمرق اللي كنا طيبنا فيه الدجاج تاعنا. نديرو لها التوابل اللي هما، نديرو شويه نتاع فلفل ابيض، ونديرو شويه ملح، نديرو شويه تاع سكنجبير،
خلطوا كل المكونات. أعزائنا المشاهدين ما تروحوش بعيد، نعود نتلاقاو بعد هذا الفاصل. عودنا ولينا لكم أعزائنا المشاهدين، بعد ما السوبة تاعنا وجدت رحينا كل شيء في بعضه، رايحين نزيدوا له كريم فريش. فوالا نزيدوا له حوالي واحد الربع مغارف تاع كريم فريش، نخلوه يغلي حوالي واحد ثلاث دقائق. حطينا الزيت، نحطوا الزيت تاعنا تسخن باش نقليوا البوراك. فوالا نخلطوها حوالي واحد ثلاث دقائق مع كريم فريش ونقدموها مع البوراك. انا البوراك درته بالبيشاميل والدجاج. فوالا نخلوها حوالي واحد ثلاث دقائق ونحطوا البوراك تاعنا يقلي. مازال ما سخنتناش الزيت تاعنا، مازال ما سخنتش مليح. انتم خلوا الزيت تسخن مليح ونحطوا البوراك الطيب تاعنا. اعزائنا المشاهدين ما تروحوش بعيد، نعاودوا نتلاقاو بعد هذا الفاصل. عاودنا ولينا لكم اعزائنا المشاهدين، حساء الدجاج تاعنا راه واجد، نبدلوا شويه في رمضان ماشي غير شوربه شوربه. اليوم درنا حساء الدجاج ان شاء الله يعجبكم، قدمناه بالبوراك. ما عليا غير نقول لكم الشهيه طيبه، نتلاقاو في الطنبوله. عودنا ولينا لكم اعزائنا المشاهدين، رانا في الطنبوله، نروحوا نشوفوا شكون هو المحظوظ تاع اليوم. رقم 14. أروح أروح. السلام عليكم، صحة رمضانكم. السلام عليكم، صحة رمضانكم، صحة فطوركم، وكل عام وأنتم بخير. ومنين جيتنا خونا؟ من ولاية برج بوعريريج. الله يبارك. بالمناسبة ولاية برج بوعريريج، نحيي خالتي نادية مرزوق اللي نقول لها صحة رمضانك وصحة فطورك وصحة عيدك. بون طوب شوب يهدي لك قسيمة 2000 دينار، شريها للطفلة ألعاب ولا شريها لها واش تحب. فوالا ريح معنا هنا. أعزائنا المشاهدين، لحقنا نهاية العدد تاع اليوم، ما عليا غير نقول لكم صحة فطوركم، صحة سحوركم، نتلاقاو غدوة إن شاء الله في نفس القناة في نفس التوقيت. سلام.